ما تقول حاجة. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. على فكرة انت كنت هتوقعني ها؟ ما شربش عندك برتقال؟ لا ما شربتوش. يا والنبي اللي اضربها على بقها الولية دي. تاني ما يظبط بقى. يلا خالصين. طب اعمل انا ايه يعني؟ وانا اعمل ايه مش عارف اعمل ايه؟ يا راجل يا مرة موبايلات بقى باي.